اللقاء كيدخل في الجوله اللي قررنا نديروها الجهات المملكه والوقوف نديروا لقاءات مع المنتسبين ديالنا قطاعيه ديال المقاولات الصغرى وجهات الصغرى والمهنيين والتجار والحرفيين. بدينا بمدينه مراكش، المشاكل اللي كيعيشوها المقاولات الصغرى وجهات الصغرى وكذلك التجار والحرفيين والصناع التقليديين. أعداد كثير نعاود نقولها ديال المقاولات الصغرى وجهات الصغرى اللي فلسات هذه السنة اللي هي 12987 تقريبا 13000، وهذا عدد كبير وكبير، وخصوصا الحكومة الحالية عاطية والخطاب السامي ديال صاحب الجلالة كيقول بأن خص الحكومة تولي واحد الأهمية قصوى بالنسبة للمقاولات الصغرى وجهات الصغرى، حيت هي اللي تشغل النسيج المقاولاتي المغربي. راه عارفينو الجميع بأنه 85% حتى 90% مبني على المقاولات الصغرى وجهات الصغرى. لهذا جينا باش نتصنتوا المنتسبين ديالنا في مدينة مراكش ونسمعوا المشاكل ديالهم القطاعية. كاين عدة مشاكل قطاعات مختلفة، راه سمعتوا مدارس تعليم السياقة، المنعشين العقاريين، التجار، المقاولة النقلية، واخا عندهم الدعم بدا كيجيهم الدعم مع الارتفاع المهول ديال الغازوال بدا كيجيهم الدعم، ولكن حتى هما باقيين كيعانيوا من المشاكل. راه كما شفتوا خصوصا كل جهة وعندها خصوصيتها وعندها مشاكلها. نرجعوا للصناعة التقليدية، والصناعة التقليدية في مدينة مراكش اللي هو قطاع مهم وكيشغل عدد كثير والناس كثير ديال الصناع التقليديين اللي فلسوا من بعد جائحة كورونا. لهذا احنا هنا باش نوقفوا على المشاكل الحقيقية ديال هذه المقاولات الصغرى وجهات الصغرى وكذلك المتوسطة والمهنيين سميتو ديال المدينة، ونشوفوا الحلول مع الحكومة ونفتحوا حوارات جدية مع الحكومة. كاين كما سمعتي واحد المتداخل اللي كيقول بأنه كمقاولة صغرى أجل الأداء كيتعطلوا عليه بزاف وكيبقى يتسنى. هذا واحد القانون اللي خرجته الحكومة وكتقول بأن يجب على المؤسسات العمومية، وكانت مراسلة ديال رئيس الحكومة، يجب على المؤسسات العمومية والجامعات المحلية وما وكذلك العملات احترام اجل الاداء، حيت شنو اللي كيقضي على هذيك المقاوله الصغيره ولا جهه صغيره هو اجل الاداء. وهذه المقاوله الصغيره وجهه صغيره كما قلت لك وجات على لسان على السلطه في البلاد واللي كيطلب الدعم ليها راه هي اللي تقدر ترفع لنا تقلص لنا عدد البطاله. الا بغينا نعطيو واحد الاولويه لهاد الناس هادو خص يكون واحد التجاوب ديال الابناك اولا فيما يخص التمويل. التمويل مهم ومهم جدا. الحكومه جايبه واحد المنتوجات اللي كتضمنهم ب 85 حتى 90%، ولكن خص يكون تجاوب حقيقي مع الصنف المقاولاتي كما قلت هما اللي يقدروا يقلصوا لنا عدد البطاله. وشكرا. محمد طواله، عضو مكتب التنفيذي للاتحاد العام مقاوله المهن، نائب رئيس الاتحاد العام. اليوم كان لقاء تواصلي اللي تراسه السيد الرئيس مولاي احمد افيلان مع المكتب الاقليمي بمدينه مراكش والقطاعات المنضويه تحت لوائه من اجل تدارس مجموعه من القضايا اللي كانت ملفات ديالها مفتوحه وكنا تندافع كانت ملفات ترافعيه. اليوم كان السرد ديال مجموعه من الاحقاقات اللي حققناها وكذلك وقفنا على مجموعه من النقاط اللي تحتاج مزيدا من النضال من اجل تحقيقها. كذلك كانت فرصه التواصل بشكل مباشر مع السيد الرئيس لحلحلة مجموعة من المسائل التنظيمية واللي خرجت بخلاصات مهمة اللي غادي ترفع للسادة الوزراء. كذلك اليوم تعرف بأنه
الاتحاد العام مقاولة المهن غادي يعرف التجديد ديال الهياكل ديالو على مستوى اقليم مراكش، خصوصا انه تم تجديد المكتب الاقليمي، وبالتالي لابد من اعاده هيكله جميع القطاعات المنضويه تحت لوائه. وشكرا. اليوم تيجي المحطه الثانيه من اللقاء التواصلي اللي بالفعل انه انطلقت داخل الاتحاد العام مقاولة المهن من بعد جهات الدار البيضاء سطات، اليوم تنتواجدوا بجهات مراكش اسفي من اجل تنظيم هذا اللقاء التواصلي مع المنتسبين ديالنا ديال داخل الاتحاد العام مقاولة المهن. اولا باش نشرحوا المراحل اللي بالفعل انه اقطعها الاتحاد العام مقاولة المهن منذ سنه 2020، لانه تنعرفوا بانه من بعد الحجر الصحي ومن واحد المجموعه ديال المشاكل توقفات هذه العمليه ديال اللقاءات التواصليه. اليوم استأنفنا اللقاءات التواصليه ولكن كاين مستجدات. اليوم تنلقاو ان الساحه ديال المقاولات الصغرى والجد الصغرى وخصوصا التجاره الداخليه يعني اليوم تستفد من واحد الورش ملكي اساسي ومهم هو الحمايه الاجتماعيه، اللي بالفعل انه جات التغطيه الصحيه، واليوم عندنا على ابواب انا غمده والمسائل ديال التعويض العائلي، وغادي ندخلوا المساله ديال التقاعد. هذه واحد المجموعه ديال البرامج اللي بالفعل انه الاتحاد العام لمقاولة المهن كان عنده واحد الدخل كبير فيها، خصوصا انه تنعرفوا بانه الصومه اللي بالفعل جات بها الحكومه السابقه كانت تتجاوز واحد 450 درهم، اليوم استطعنا اننا نهبطوها لواحد 120 درهم. اليوم خصو يكون واحد الانخراط كبير ديال هاد الناس هادو، خصوصا الفئه ديال التجار وديال الحرفيين وديال المهنيين في هذه المساله هذه، لانه تتهمهم بشكل كبير. كذلك انه كاين بعض البرامج اخرى اللي هي اساسيه ومهمه اللي تتخدم القطاعات، منها التعمير المهني، منها الولوج للمهن بخصوص المساله ديال النقل، لانه كان عندنا واحد الدور كذلك في القطاع ديال النقل، لان كنا من المطالبين ديال انه خص لابد يكون واحد الدعم مباشر لهذه الفئات هذه، استجبت لنا الحكومه في هذه المسائل هذه. اذا كاين واحد المجموعه ديال المستجدات اللي بالفعل انه جبناها في اطار البرامج ديال الاتحاد العام مقاولة المهن، اللي بالفعل اليوم غادي نوصلوها للحرفيين والمهنيين، وغادي نتصنتوا لهم اشنا هما بالفعل الاكراهات اللي عندهم والمتطلبات اللي عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تعرف الجميع بان مدينه مراكش وخاصه المنطقه ديال سيدي يوسف بن علي وساكنه سيدي يوسف بن علي تتعرف واحد اللقاء اللي هو لقاء وطنيا ديال النقابه ديال المقاولين، فبالتالي هي دفاعا عن كرامه المواطن المغربي وايضا عن الحرفيين، وايضا هي تتويج لواحد العمل جبار اللي قامت به هذه النقابه سواء على الصعيد الجهوي او الوطني. فهذا اللقاء اللي تينشطو مولاي احمد افيلال اللي هو ابن قائد استقلالي ونقابه وطنيه ذات مصداقيه على الصعيد الوطني، ايضا لها مناضلين كبيرين سواء على الصعيد المحلي او الجهوي او الوطني، وبالتالي فهذه بديله جد ايجابيه. تنشكر فيها السيد مولاي احمد افيلال للالتفاته ديالو الى مدينه مراكش اللي تتعرف واحد الوضعيه اللي هي وضعيه شاده فيما يخص الانتماء النقابي وفيما يخص النشاط النقابي. ايضا تنتمنى بان تكون هذه بادره ان تتويج هذه اللقاءات التشاوريه على الصعيد الوطني ان شاء الله، فهذه مجرد بدايه والقادم افضل ان شاء الله في ظل النضال. وتحيه نضاليه من قلعه الاستقلال ومن قلعه النضال من مقاطعه سيدي يوسف بن علي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.